أتكلم بالإطلاق، أنتم تعرفون ربما كيف ولا حلم الإرهاب لا مكان له ولا جنسية له ولا موطن له ولا دين له ولا شعور له ولا إنسانية له، قد يتواجد في أي مكان، وأنا حتى لا أفرق بين إرهابي وإرهابي مهما كانت تسميات والمسميات ومهما كانوا الأشخاص. في الإرهاب هناك جزائريين وهناك تقريبا من جميع الجنسيات، وأنتم تتابعون هذا. أنا هذا تصريح نتاع أنا لم أسمعه على الأقل، فخامة الرئيس التونسي إذا كان قالوا ربما عنده ملفات ولا كذا، ولكن الجزائريين فيه إرهاب، فيه إرهابيين، ما نكروش، التونسيين فيه إرهابيين، في الليبيين فيه إرهابيين، في جميع الدول موجودين إرهابيين، حتى في الدول الأوروبية على حسب الإحصائيات اللي عندنا فيه 1200 إرهابي فرنسي موجود في كثير من الأخر، في جميع الجنسيات، من كندا، من كذا، من كذا.